والله دعايات كبيرة لماذا بيا نفسر بعض الدعايات. اللقاح ما عنده حتى علاقة مع العقم، هذه الناس تتحكي علينا، وهذه الدعاية راهي غير في الجزائر. رانا شفنا ناس راهم معانا أطباء اللي لقحوا في فيفري وراهم حاملات وما كان حتى مشكل. دونك هذه الدعاية ما نعرفش شكون اللي راه يجبد فيها، ما عندها حتى أصل من الصحة. دونك هذا الفاكسان اللي دير معاه الكوفيد ولا يجيب لك الكوفيد، هذه يعني دعايات وما كاش منها، ما كاش منها، رانا نلاحظوها ورانا نشوفوها.